ما هي علامات ليلة القدر فضيلة الشيخ؟ يعني كما يعني يقول يا أخي لا هي حر ولا هي قار، وبعدين مضيئة، وبعدين فيها ما تسمع صوت لا كلاب تنباح ولا أنا مجربها. تتذكر احنا كنا في بغداد برمضان نسوي محاضرات بالليل اكثر من الجامع، نتنقل من جامع لجامع. في ليلة القدر نتنقل حوالي 5 جوامع وراي 200، تتذكر انت 200 300 سيارة نتنقل بهالليل، يعني صح واحدة ثنتين ثلاثة إلى ما قبل الفجر، تنقل من المنصور إلى مدري وين حتى محاضرة محاضرة محاضرة، بالطريق 200 300 سيارة تمشي، نتوقف هدوء سكون لا حس حتى ماكو نباح كلب، تعمدنا احنا نشوف هذا بدنا نفتر نوقف ماكو لا حس ولا نس. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة لا تسمع فيها صوت. ولهذا عندما تسمع كل أمتي يدخلون الجنة بحبش عنها الكرائم هالنفائس هالكنوز المغفرة في هذه الأمة من ضمن هذه، يعني أنت تقابل رب العالمين وكأنك عبدته في 5000 سنة تطلبها هي بعد شنو، وهي بفضله هو أعطاك، ولا كان حالك حال الآخر قال لك لا هذه الليلة هدية مني أنا رب العالمين لكم، يا الله كأنك عبدتني 1000 شهر، يا الله ليلة 1000 شهر، والليلة هذه تعال شوف كم سنة بحياتك.